بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلال مولد كربلائي زين بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلال مولد كربلائي يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شعبان فوتني أخذ يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على قمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه السلام على زين العباد صلوات الله وسلامه عليه السلام على مهدي الأمم عجل الله تعالى فرجه الشريف أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأفراح الشعبانية ونقدم لكم أزكى آيات التهاني والتبريكات بهذه الأيام والليالي العطرة والعظيمة التي يعيشها المؤمنون أحبة المشاهدين في هذه الليالي إلى إن شاء الله إلى يوم النصف من شعبان سوف نكون معكم في برنامج أفراح شعبانية من على شاشة قناة المهدي الفضائية في كل ليلة سوف يكون معنا ضيوف أعزاء خدم للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فهنيئا لهم وهنيئا لنا بحضورهم معنا فأنا وإياكم أحبة المشاهدين نرحب بهم ونقدم لهم التهاني والتبريكات وأبدأ أولا بضيفنا العزيز الملا ثامر العارضي حياك الله يا ملا وسعد الله أيامك إن شاء الله شرفتنا اليوم أنتم الشرف الله يحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأسعد الله أيامكم جميعا نرفع أيامك إن شاء الله أحر التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان المفدى أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والأمة الإسلامية لا سيما من أحب محمد وآل محمد خصوصا وجعلها الله فرحة لهم وكيدا على أعدائهم نسأل الله بحق الزهراء في هذه الفرحة من الله وبحق مولد سيد الشهداء وأسرع سفينة النجاة وباب الرحمة الواسع أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقريب العاجل إن شاء الله والسنة تجي وصار لي 30 سنة أقول إن شاء الله. نفرح إن شاء الله هو ظاهر ويانا وموجود إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد الله يحفظكم إن شاء الله على رأس محمد. شكرا لك يا الله يديمك حبيبي ننتقل إلى ضيفنا الآخر والعزيز في هذه الليلة شاعر أهل البيت سلام الله عليهم الأخ الأستاذ علي الإبراهيمي شرفتنا حياك الله أستاذنا العزيز وأسعد الله أيامك إن شاء الله الله يسلمك الله يعزك طبعا أفراح سعيدة إن شاء الله على شيعة أمير المؤمنين وعلى العالم الإسلامي أجمع بهذه الأيام المباركة أسأل الله تعالى أن يديم هذه الفرحة والابتسامة على أحبتنا وعلى ناسنا وعلى أهلنا وإن شاء الله تدوم الأفراح وكسر على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آمين رب العالمين إن شاء الله كل أيامكم وأيامنا إن شاء الله. أفراح ومسرات وما نحزن إلا لأجل محمد وآل محمد إن شاء الله الله بجاه محمد وآل محمد وإن شاء الله دوم هاي أقلامكم وأصواتكم تبقى بخدمة محمد وآل محمد إن شاء الله ملا ثامر نعم. إحنا متلاقين ومسولفين وعلى حب الحسين وعلى كيس الحسين متلاقين وعرفنا إن شاء الله هو العرفنا إن شاء الله دوم الله يحبك ملا ثامر بس هذا السؤال برامج قبل ما سألك يا من يا باية بديت ويا الحسين أول باية صعدتها ويا الحسين لزم بيدك وصعدت يا باية كان بيها سلام الله عليك يا أبا عبد الله أول بدايتي كان بيها أيام 40 40 مام حسين أنا كنت بيها أشتغل أبيع مخضر يعني نحكيها بالعامين سنة 95 كنت كل 40 نجيب نبيع قبل تدري الزوار ماكو مثل هسه خدام حسين ومواكب وشي فالزائر يجي يشتري له فد خبزه من الخباز ياخذ له طماطايه فد ربع كيلو حتى رقي يبيعون شياف كانوا وبطيخ عجيب الرقي كان شياف؟ شياف كانت لانه 40 جزائري يقول لك اخذ رقيه 5 كواليس ايش اسوي بها؟ هيك امور الناس تعبانه مو مثل هسه بالتسعينات ف يعني شلون قمنا نجيب يعني زرع اللي بصفي يخلصون ومنه يخلصون كذا تخلص وانا ابقى ما ابيع ولا شيء كانما يعني هاجس بقلبي يقول لي انت بعد هذا شغلك خلص بعد عندك غير شغل ما اعرف شو الموضوع واحد يعني كانما يقول لي انت هذا شغلك هنا خلص وواحد يوحي لي كانما يعني شلون يعني مثلا يعني شايف انسان يعصر عنده حاسه يقول لك روح مثلا نخدم الزوار وزع ميه ويا ذاك ابو المي
روح ويا كان حج ماجد رميض وزع فلج الله ذكره بالخير ان شاء الله يوفقه بخدمه الحسين. يعني كان وراه حج ماجد ويعرفني كان روح وزع ويا ثلج او الزم لك خاوليها في بين الحرمين على الزوار الدنيا حاره كانت حلوه ايام تموز يجي اب يجي الاربعينيه. وانا ما اعرف شو الموضوع هذا صاحبي اللي بصف راح باع يعني زرعه وجاب اربع مرات خمسه. اخر شيء قلت له اخذ هذا ليش تروح للعلوه تشتري؟ خذ هذا من انت ما نباع منه ما بعد يمكن كيلو او كيلو ونص بس هو جاب رابع مره رابع مره يعني حقيقه بالله العظيم حسيت بها رساله يا رحت اشتريت بطل مي مي ورد وكاسرته بطل ثاني سويتهم بطلين فقبتهم من فوق ورحت باب قلت الحسين ارش مي ورد اجى صاحبي عنده خاول قمنا نهفي على الزوار مش انا اي بالله لا لا لقاني ولد صاحبنا كان همات الله يحفظه ان شاء الله جماعتنا قال لي عندنا مجلس ببيت اخوي ليش ما تروح تقرا لنا لانه انا اقرا بالسوق عن جماعتنا سيام ضمائل يعني صوتك حلو بالنص يعرف قال اقرا لنا هيك شيء انا لسه ذكر بجيبي قصيده مال يا حبيبي يا حسين مال الله يرحمه الشهيد على الرماح النجفي الله حافظ على على ظهر قلبي الله يرحمه وحافظ على هذا طبعا انسان مجاهد هذا بالكتاب وما كتب كلمه وهاي اللي نترحم له رحمه الله على روحه الله كاتب للذكر هذول الناس وصلوا لنا الخدمه الحسينيه بكرامه ايه. فلازم نكون نحترمهم ونحفظهم يعني ذات هذا على رماح الى موقف عظيم ايش قريت له وشنت حافظ على ظهر قلب قبرك جمعنا للطف رجعنا نمشي على جمره نار مال جابر يعني الله فمن وصلنا هنا قرأت الدائمه رادود ايش قاعده وانا صعدت قرأت قبرك جمعنا وقرأت هاي القصيده الثانيه نفس اليوم يعني حتى ملابسي يعني كانت يعني تدري قبل مو يعني الملابس بيض وشي ما صيف فكلهم متفاجئة وقالوا ليش ما تقول لنا انت ايش تقرا كلهم والله ما ادري انا اول مره اسمع عن نفسي يعني انا متعجب من روحي بحيث حتى ابو كتر تبكت من شفت التجاوب والبكاء يعني وقصيده لحن جديد الناس ما متعلمه بكربله كل الحان حمزه الله يرحمه شيء بعد منها هذا بعد ماكو قمت اي شغله اطبيها ما تصير والله بس بالخدمه والله اي شغله اطبيها ما تصير بس الخدمه ان شاء الله دوم والحمد لله وشكرا الحمد لله بركات ابو عبد الله هذا الابيات مال علي الرماح يا هي مال هي بيها حزن لو لا ما نور عيني يا حسين يعني انت عفوا اذكر منها هيك اللي قراها سيد علي القابشي رحمه الله على روحه رحمه الله عليه ان دهري قد علا كيدا علي يا نور عيني يا حسين هي اذكر عندها الكلمات يمكن بعدين نرجع لها لا تتذكر والله ما اعتقد ما اتذكر يعني كون حتى لو نلقاها كانت ورقه حاطها بمحفظه مخليها تجيب ما موجوده نجيب لك اياها يوم وتقرا ان شاء الله خادم كمان خادم الله يحفظك ننتقل للاستاذ علي الابراهيم ونفس السؤال النقل لامك اول بايه واول خطوه للحسين بديتها منين والله انه هواي سلام الله على الاول خطوه تتذكرها اول خطوه تعرف يعني بيش الفتره زياره شويه صعبه الامور يعني متعصبين ف اجوا زلام نظام البائد دقوا الباب فاخذوا واحد من اعمامي انا بعد صغار يعني ذكر بال 95 اخذوا واحد من عمان شفته يعني شفت اهلي مخبوصين يقول ادعي من ادعي انت عرب العالمين قالوا تعرف قبل كانت البنايات قصار يعني مو طويله فقالوا اصعد اسطح وروح للحسين توجهوا للحسين اي ادعوا من هناك صغار فرحنا صعدنا فوق اسطح نسوان وصغار وكبار أنا قلت له يا أبو عبد الله أبجاهك وأنت بعد يمك بس هاي حجيت قبل ما كان أكو تليفونات يعني فقط أرضي وذاك من ذاك اللي عنده تليفون أرضي ماكو يعني نص ساعة رجع قالوا منو راح يعني منو الدعاء منو هذا منو يروح زيارة ويانا يعني أنت ما نروح ومن هناك بعد يعني أنا بدايتي فقمت تعرف قبل كانت ردات صعبة انه تقرا فكنت كانت يعني حافظ ابيات يعني قبل كنت اتمنى انه اصير رادود بس شويه صوتي ما عاني ما ساعدني فقلت خلاص انا خط الحسين لازم بعد ما اتركه يعني من الطفوله من الطفوله بالعافيه الله يسلمك يعني ان شاء الله دوم حتى كان قبل مثل ما ذكر المله قبل كان ماكو شيء اسمه مواكب وزياره اربعينيه وترتيبات فكنا نوقف عشان النجف اسطوره مال مي
وقلاصات ونطب على المنشية. ما كنت كان قبل مشاي نطب على المنشيات فضل عن المزايا هذا ما يصير شو ما يزايا. بالعافية عليك. بدأ شيء فترة. هي حتما إحنا أول خطوة من عالم الذر هاي منتهين من ذيك الخطوة الأولى ذيك خطوة الأرواح. هذا تقسيم يا فاطمة الزهراء. سلام الله عليك. روايات يعني مو مش يعني عن روايات مثل ما اختارت شهداء الطف واختارت يعني الزوار يعني حتى التوفيق ترى للزائر ما يجي للزائر. أي والله. إلا خم يردو. كذلك الخادم من الخادم يعني ست يعني دائما عنده حتى القصائد ذاكرة. هسه أنت وصل عندك مناسبة زواج أو لا سمح الله فاتحة من اللي يوقف وياك بها؟ الأقرب إلك. طبعا. أسميهم معازيب. أي. أما الناس اللي تجي ضيوف يجي ويروح الأقرب إلك المعزب. صح. كذلك الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك. إلى المعزب راح يصير من هذا الباب. ملا ثامر. نعم. بعدنا ويا الحسين. سلام الله عليك يا الله. دائما ويا الحسين بس بالكلام. محور الحديث. حول الحسين. نعم. بيات تحسها قريبة من قلبك تسولف فيها ويا الحسين. مثل يعني تسولف وياه. قصايدي لو من غير قصايدي يعني. أنت اللي تسولف هنا وياه إذا أردت تسولف وياه بصوتك شلون تسولف بيا قصيدة؟ والله إذا بتشي لا تسولف. والله إنك. لأن الليلة نريدهم ما يبكون. الليلة فرحة. ولو هي اليوم طبعا بكى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يعني هو الحسين نزل. وبكت فاطمة. أي حقيقة يوم ولادة الحسين كان يوم بكاء. صحيح. والله هي كثير القصائد لكن أنا يعني مثل ما تقول. كلامه يا الحسين دائما سلام الله عليه لما ادخل مذنب بيتين ببالي ما قدمت وعفوك عن مقدمي يعني هذا رجل هو صابئي يعني عبد الرزاق عبد الواحد صابئ لكن شوف يعني المعرفه اللي عنده على الحسين سلام الله عليه شي يقول له حتى من يجي للحسين يقول له قدمت وعفوك عن مقدمي اسيرا حسيرا كسيرا ضمي الله. شوف هاي كلمات يعني ما كا وحتى قالوا له اكتب لنا مثله بعد قال من الروحيه اللي كانت عندي من زبط الحسين وكتبتها ما تجينا تغسل هذا كلام كرر حتى محمد مهدي الجواهر اللي كاتب القصيده كانت على شباك الحسين سلام الله عليه سلام الله الفداء اللي مثواك من مرجعي الحسين سلام الله عليه احنا من ندخل وياه تسولف وياه تجيك السوالف من روحك ما ترى يعني كل ساعه هي بساعة تجيك ابيات احسنت بساعه ساعه اجي اقرا له محفل ساعه اجي اقرا له مثلا مصيبه ساعه طب تحكي انا ذكر مره دخلت له بقيت يعني كانما علي الاكبر احكي الله يعني ذكر صوت جبريل تردد عاد في الطف محمد قمر من دوحه المختار صال ذو جلال ذو جمال ذو كمال الله. يعني يا كلام هيك بدا يعني تخيل العظمه ذو جلال ذو جمال ذو كمال ومستمر يعني كملت القصيده ان شاء الله وانقرت فيها ان شاء الله ان شاء الله شو تسمعنا للحسين الحسين سلام الله عليه علي أسمعك خلقك المقطوعة جبريل أهوى بمليار من الملك خش جبريل أهوى بمليار من الملك رأوه جبريل أهوى بمليار من الملك يهنئ المصطفى بالنور في الحلك الله رأوه في المهد فجرا يستطيل ضياء طافوا حواليه مثل القطب والفلك وقال جبريل مملوك الحسين أنا الله وقال جبريل مملوك الحسين أنا فمن له ملك فمن له ملك فمن له ملك قولوا كما ملكي اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد ومن له ملك ملك, ملك قولوا كملك الله الله اي والله والنعم كمل على راسي القصيدة يعني شعبان يعني هي شاملة لكن راح أقرأ لكم فدوعد الحسين بما أنه إحنا الليلة الحسين سلام الله عليه إن شاء الله قل هلا يا أبو علي
عشق الأولي هلا يا أبو علي عشق الأولي حبيتك سميتك عشق الأولي حبيتك سميتك عشق الأولي ميلادك ما أجمل هالليل الفرح لميلاد الإباء هلا يا أبو علي هلا هلا بيك بقد كربلة وبقد السماء وبقد السماء انت شمعة كربلة ومصباح والسماء عنت لك افراح والملايك صفقت بجناح يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي فرحان السماء يا بن فاطمة فرحان السماء يا بن فاطمة ناديتك سميتك عشق الاولي على مهدك فطرس نزل شفا جنحة وشافك أمل مثلك يلقوان قالوا ليش انه الحصل ردت هذا المستهل محبوبي حسين محبوبي حسين وصاحب السجاد روح الباب سجلوا اسمكم يا خلق بكتاب ياهو مثلك والدوى بترابه يا ابو علي ياهو يا ابو علي دوى اسمك دوى واغلى من الهوى دوى اسمك دوى واغلى من الهوى شميتك سميتك عشق الاولي شميتك سميتك عشقي الأولي للمحبوب كرار حسين الكربلائي الله يحفظه أبو كميل الغالي اي والله تحياتنا له تحياتنا له ويحفظه إن شاء الله ويحفظك ولا غاب هالصوت بخدمة الحسين طيب الله أنفاسه الله أسمعك هسا نجي يم الأستاذ علي الإبراهيم أبيات كاتبها للحسين تسولف بي وياه قصيدة هي طبعا بكائية بس هي تضيف قصيدة المنبع تضيف عن قصيدة طبعا المنصة بال يعني هاي قصيدة يعني من عندي حاجة أروح له وسولف وياه تقضي والنعم ما يقصر لا إي والله يقول له نسولف بيك أفرع السؤال في الملحة خوش سمعت مولا ثامر؟ ايه من نسولف بيك فرع سوال في الملحة من مد جفوف في يمك تعثر برحة الله يا اخي نيابة زلم يا الكاسر ان الليل الله نسولف بيك فرع سوال في الملحة من مد جفوف في يمك تعثر برحة يا اخي نيابة زلم يا الكاسر ان الليل قصيدة شوية قديمة يعني راح اسمعك شيء جديد عندك اول مرة تقرا يعني طبعا اسمها مناجات الحسين سلام الله عليك يا قصيدة كتبت العام بس ما صار انه مجال اقراها فهاي اول طلعتها تناجي بها الحسين نعم لو الحسين بيها. يناجي لا انا اناجي انت تناجي الحسين باسم محبين الحسين جميل باسم علي الابراهيمي الله يعزك ناجي الحسين قل له يا وجه الماي يمتن وتشد نشوفك يا وجه الماي يمتن وتشد نشوفك ويا راق الطيف يمت تلوحنا طيوفك غرب بينا ملقى وسالفه متيهين اي والله اي والله ولملمنا بحضن شباكك نطوفك غرب بينا غرب بينا ملقى أو سالفة متيهين أو لملمنا بحضن شباكك نطوفك بقينا بلا يحل وراي يردم راي ومش التاريخ بينا وقرر يعوفك تكحلنا برماد خيام محروقات ولهذا السبب ما نقدر نعوفك وصدقنا الحكي وكذبنا شوف العين وكفكف بين الحق والباطل أربعة صادق صدقنا الحكي وشذبنا شوف العين وكفكفنا الدمع ونباقت شروفك
وكفكفنا الدمع ونباقت جروف ونباقت جروفك وتتشلبنا بحكي الكتال والنشاب. خوش. وكتاب الله الكريم يغرد حروفك. يا جايب ماي قصتك نذر لله تريد. شجاه الماي لك ما قدر ظروفك. يا صحرة شتوفهم ما بيها نقلة تسير. يا صحرة شتوفهم. يا صحرة شتوفهم ما بيها نقلة تسير. وانت الدين رتبة وحط على شتوفك. التبايعهم صلح يشرونك انت بموت. وحكى بيهم رمح ما قرر يعوفك. منذيك الساعة على السهواي لك خطار. بس عدهم حكي ليحسين ما ينقال. اجوا يمك ثغيب ودمعة واستغفار. بس عدهم يقين يخوف الكتال. ودريت من الورد ظل يبكي لك عمرين. ويذب روحه على قاع الجذر من ينشال. يا بيت اخر عبايه وناسكم طيبين. الله. يا بيت اخر عبايه. يا بيت اخر عبايه وناسكم طيبين. اهواي انتم لكن يا حسين بين اشكال. ما ردنا الصنم. ما ردنا الصنم. ما عدنا به ايمان. بس كلش يقين نحب حكي التمثال. الله. ما ردنا الصنم. اي. ما عدنا به ايمان. بس كلش يقين نحب حكي التمثال. دفعنا الموت يمك واحنا ردنا نعيش. وخفنا من القبر وتباهت النخيار. الله. سنت. هذا وضح التناقض الموجود عندنا بمجتمعنا. الله يسلمك يا حبيبي. حقيقة أنا دائما أقول إنه الخط الحسيني اللي يكون حسيني يكون قول وفعل بقولك. ما يصير حسيني دام قول. أي البعض يتصور نفسه بمجرد أنه يظهر أو يخلي له عنوان حسيني هو خلص صار حسيني. إن شاء الله يسجلنا الحسين. الحب والاتباع. أي والله. أنا أحب الحسين أتبعه. الاتباع شلون؟ بوصايا، باخلاق، عقيد، بادب، مبادئ، بتضحيته طبعا. هذا الحسين في حياته بكل شيء. كل شيء بالصغيره والكبيره. الحسين هو ايضا هو رسول الله بما جاء به رسول الله. حسين مني ولا من حسين. في الزيارات وارده في زياره الامام الحسين وابي الفضل العباس سلام الله عليهم. معكم معكم لا مع عدوكم. هاي المعكم معكم يمكن البعض اخذها وسوقها لنفسه. بس هي تتحدث عن واقع انه المطلوب عندنا لازم نعيش انه تطابق مع الحسين وآل الحسين سلام الله عليهم، مع محمد وآل محمد. ملا ثامر الوقت يركض. أيوة. واحنا كنا نركض وياه يا اخوي. اي والله جبناها ركض. اي والله هي حياتنا كلها ركض. اخر شيء حتى من تموت قال يلا بسرعه بسرعه دفنوره. كلام الميت دفنه. الله يطول اعماركم ان شاء الله حبيبي. حفظك طول عمرك ملا ثامر. الروح الخيمة الخدامة الكبيرة خيمة أبو فاضل. آه الحبيب. الحنين. صدق الحنين. والله الحنين. من... رحت له قالوا لي بعد لك 17 تموت. جيت من الهند شايل برئتي يعني 45 ورم. عجزوا عنا حتى البريطانيين الاثنين. قلت له ما تقدروا لها؟ قال لك ما كنا نقدر لها. جيت للحنين عزيز الزهرة. ما زال الطاعة الله اسم باب حوائج يعني. أيه. رد واحد. لأنه إذا رد واحد يصير مو باب حوائج. خلاص. إلا لمصلحته. أي هذا منتهين منه. منتهين من عنده. بس حتى لو لمصلحته ينطي شيء يرضي به. المهم فقلت له. يرضي. قلت له ترتجال يعني. قلت له يقولون تعنى لابن الأجواد عنده مشكلة ورايد يحلها يحكي وذاك يسمع طلبة الجاي. إلا يقدر يحلها ما يحلها. إذا قال له نعم مو بشريعة جاي مرة اثنين جياته ويملها. وإذا رد خسر والذلة صعبة هنا وعرقات الوجه صعبة يذلها. بس اللي قصد للبال وأهل البيت ما رد خايب وجيته بمحلها وأنا عندي طلب. وسامع أنت قال لا تطلب الحاجة لها. من أهلها. قصدت طلبتي يمك يا عباس لأنك باب الله وكفو لها. والنعم. برد قلبي وطلعت ورجعت للبيت وصارت المعجزه ثاني يوم خابروني ورحت له وبديت اتحسن. شايفيها؟ لا بس سامعيها المعجزه موجوده باليوتيوب. شيخ زمان حكاها. تحياتنا لاخونا الكبير. كثير من خطباء والرواديد ايضا تكلموا بها بذات ايام العباسي.
والحمد لله هذا بركاته أني موجود وأهل البيت هم صنايع الله ونحن بعد الخلق يعني صنايع لهم. صنايع لنا. يعني ما يصير عيسى يحيي له 60,000 أو يوشع بن نون وأبو فاضل مثلاً وأمير المؤمنين ما يحيون. صحيح. لأنه باسل عقب عيسى ابن مريم يصير جندي عند صاحب العصر والزمان. صح. والحسين أفضل من صاحب العصر والزمان. يعني حالياً أبو فاضل. قمر العشيرة من جد طبلة عنده كرامة تختلف عن كل شخص يزوره بالدنيا. سنت. أول ما تحط رجلك بصحن هذا النور ما أقول عليه إنسان هذا نور. أول ما تحط رجليك بصحن هذا الإنسان النور صير عندك فت كرامة من رب العالمين جتك منه. إنه شنو الله يقول لك سلم لي عليه وياك. أنبياء المرسلين يسلم لي عليه ملائكة المقربين والشهداء والصديقين والزاكيات والطيبات الصبح وبالليل ما تخلف تروح. قال سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تخدم وتروح عليك من المؤمنين. أنا سمع جي واحد قال سلام الله عليكم سلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مو صحيح. سلام عليكم زين أنت من يقول لك تحشر عند لسان الأنبياء ولا هاي كرامة من سبحان الله تعالى من طيال هذا العظيم. سلام الله عليك يا أبو الفضل العباس عزيز طبعا أنا. هذا السلام أنا بالتحديد باحث هذا الموضوع مع السلام نعم في أنه لم يرد إلا في حق خمسة هذا السلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسين سلام الله عليه والعباس سلام الله عليه ومسلم بن عقيل وهانئ بن عروة. مسلم سلام الله عليه نعم وهانئ بن عروة سلام الله العظيم عليك يا هانئ بن عروة. أنا لا بس مو مثل هاي الزيارة حتى مسلم بن عقيل مسلم زيارة نفس الزيارة الثانية نفس الزيارة سلام الله سلامك عشان انك جاهدت في ومضيت كما مضى البدريون الفقرة الثانية من زيارة العباس لا هي عليك. تبتدئ بنفس الزيارة سلام الله على أحسن اي لكن انه بتبدي الفقرة الثانية بينه وبين بين زيارة العباس بينه وبين مسلم بن عقيل فبنفس الزيارة هذا ليش هالشكل بها بحث ليش يقول له سلام الله هاي بيها سالفة طويلة إن شاء الله. طويلة. ملا ثامر بما أنه أبو الفضل العباس يعتبر صاحب الفضل خلينا نقول الرئيسي عليك لأن أنت بقيت عايش بهاي الدنيا. لا المباشر. لا مو مسألة قبل الولادة. هسه. قبل الولادة أنت موت. قبل الولادة. دخل بالموضوع. وما بعد الولادة. ما نزل إن شاء الله خير. أيه. ما قبل الولادة وما بعد نعم. الولادة. نعم. صاحب الفضل عليك. شو تسولف وياه بصوتك؟ يعني أنا أقرب قصيدة إليه إنها كثير يعني أنا بعد أبو فاضل كل شيء كاتب يعني هو بأبياتك أنت قرانا طبعًا ملا ثامر شاعر ورادود على رأسي الله يحفظك قصيدة كتبت لك قبل فترة يعني هي قاعدة خوش وقاعدة أقرأها بالمجالس لكن ترهم بالموالي ترهم بالموالي دي أقول لا تضيع عمرك يسار ويمين خلي روحك دوم يم باب الحسين باب الحسين يعني لا تضيع تجيك سالفة عمرك يسار ويمين خلي روحك دوم يم باب الحسين قمر هاشم بابه وما يرد طلابه قمر هاشم بابه وما يرد طلابه يم باب الحسين من أخلاق الدين عدنا الباري أنزلها بكتابه من أخلاق الدين عدنا الباري أنزلها بكتابه شنو نقتل بيوت بوصية البيت ندخل من بابه الله وكل إمام نشوف أصبح باب لمن أهل النجابة باب النبي أصبح علي نزور أمير المؤمنين ونقول سلام سلام عليك يا رسول الله أحسنت باب النبي أصبح علي ومسلم صبح باب الولي وباب الحسين الأزلي الخضب الراية بخضابه لو ردت تقصد حسين بكربلاء شو تسوي
اقصد المظلوم من باب اللواء باب حامطنا به وما يرد طلابه يم باب الحسين باب من تزوره تقرب الزيارة العجب وعجب خوش. سلام الله وأنبياءه وكل ملك مرسل مقرب والعباد الصالحين وكل شهيد بدم تخضب والزاكيات الطيبة تزور القمر راع الإبل ضعنا عقب عينه انسبه الباري خصص لها المنصب الباري خصص لها المنصب وما رمى المي انا ضد هاي الفكره دائما ليش يقول تذكر ايه؟ اللي يتذكر كان شنو قبلها ناسي بيصير لا ينسى الحسين لا وما رمى المي ناسي اخوه ولا اخيت بس طلب من النهر لمسه بخيت الله وجاه من اسبابه ما رمى المي اي والله ناس يخوه ولا سلام على العباس العلقمي حال حال بزول مدفون اي والله ما رمى المي ناس يخوه ولا خيت بس طلب من النهر لمسه بخيت وجاه من اسبابه وما يرب طلابه يم باب الحسين هالباب وهالبيت هذا شفاء المرضى ان شاء الله ان شاء الله قمر هاشم ربنا خاصه بالكرامات العديده تهون يم باب المصايب تشفى الامراض الشديده وما يمد محتاج ايده بحاجه الا وترس ايده الراضع حليب ام الوفا متروس غيره وعاطفه بالشدة روح وكلفة والله اللي تروح الواحد اي والله الاكبر واحد اللي تروح يقضيها عندك حاجة روح لابو فاضل بالشدة روح وكلفة وحاشة ما يخلف وعيدة يلتزور حسين بالصلاة اكو سهو بالصيام اكو سهو كل اعمالك بيها سهو بزيارة حسين يلتزور حسين اتعنى لاخوه لو تركت زيارتك بيها الله سهو لو تركت زيارتك بيها سهو يتمها بس لا احبابه الله يرضى الله شلون يتمها يخليك تشتاق يقول نرسل عليكم ريح الهواء فتاتون الينا مثل هذا المريض راح لامير المؤمنين وصلى بخير الجماعه كان يعشق امير المؤمنين يقول ما مسلم عليه في اليوم واذا به بعد الصلاه ناداني فلان لا تذهب مع الناس ان ابقى في مكانك قال ما ادري شلون جيت قلت له قالت شلون صرت اليوم يعني قال كيف الحال هذا اليوم قال يا ابو الحسن احسن ايش مدرك بي انا جيت قال لو تظن انكم انتم تشتاقون الينا وتاتون انما نحن نشتاق لكم فنرسل لكم ريح الهواء الله الله, الله احسنت أحسن طيب الله انفاسك انا طلعت عليكم والله لا بالعكس احنا كنا بهالسفينه بعد يا ثلاث ابيات بس احنا بعد الوقت تدري اي والله يركض واحنا نركض اليوم شعر اللي يحفظكم ان شاء الله ما شاء الله منورنا على سالفه المي ولمس المي وما نسل في الروايات الشريفه يذكر احد المراجع عالم الشيخ الكلباسي النجفي في كتاب الخصائص العباسيه يصف حاله ابي الفضل العباس سلام الله عليه كان جالس امير المؤمنين مع اولاده وكان ابي الفضل العباس صغير يعني عمره ما يعبر الاربع سنوات ثلاث سنوات اربعه يقول هالشكل نص الرواية أنه أحس بعطش أخيه الحسين أحس نعم. مو الحسين قال أنا عطشان لا أحس أحس بعطش أخيه الحسين إيش سوى ذهب إلى أمه أم البنين سلام الله عليه وقال لها أمه إن أخي الحسين عطشان فأعطته قدح من الماء طاسة نعم. فوضعها على رأسه وجاء إلى الحسين بعد صغير من يشيل ماء وطاسة على رأسه شي يصير فكان يتصبب الماء على كتفيه عايش معجون به الحسين هي بيها سماء أمير المؤمنين السقاء أي معجون به الحسين بعدنا يا أبو فاضل
سلام الله عليك. سلام زي. والله سوالف ويا حلو ابو فاضل، بس تحتار مين تبدو يا اخي ملح بس مين تبدو يا تحتار والله اي والله تحتار ولا ثامر هسه تريد السوالف عن ابو فاضل ايش تذكر المواقف اللي وياه تذكر المواقف هو صدق تحتار بس نفسك ببلم صغير داخل المحيط هاي الكلام اي والله سوالف ابو فاضل سوالف لابو فاضل اسمح سوالف شيء بطولات اليوم والنعم فرح فرح كفر دانه مدر الدنيا كفاها الله كفر دانه كفر دانه مدر الدنيا كفاها عباس الشمس سلمها طفاها فات عليهم العباس ما يبراق بحيث خيولهم عباس حفاها شواهم بالنفس يتراكضون رماد الله بزريتهم العباس شواها بزريتهم العباس شواها لليوم شواهم بالنفس يتراكضون رماد بزريتهم العباس شواها الهو قام يتوجع من ركض عباس الله الهو قام يتوجع من ركض عباس الأرض ودمعت عباس طقاها الله اللي عبره يتخردل كنا ما يطاح اللي عبره يتخردل كنا ما يطاح اللي صدل على ذانه يجرها يلواها ختلوا بالتراب ويشوفهم نعام ختلوا بالتراب يشوفهم وعباس على خيله وغبره سواها الله وجرهم بالخزر جرهم بالخزر لو بالحبل شاخوش جرهم بالخزر لو بالحبل شاخوش شا يمكن جهنم حطها جراها رسام القمر بالطف صبح عنوان ورسم لوحة ما فد بشر سواها جبريل بجنح ما يلحق العباس رسام القمر رسام القمر بالطف صبح عنوان زين ورسم لوحة ما فد بشر سواها جبريل بجنح ما يلحق العباس من الطف جثث للنار دزاها الله كون الماي زلمة يصيح للعباس شا قام على حيل رياقة خلاها كان الطف قضى ويوم القيامة يصير وكل الدنيا تخلص من مزاياها كانوا لا تراك من الأذن تنباك ولا زينب تمش نار بعباياها ولا عبد الله يفطم بالسهم ويموت ولا رمح يقف الروس يتناها ولا زينب تقف بالمجلس ابن زياد وتهز الدنيا زينب من حكاياها ولكن أمر الله شفوف من نطيح وزينب تمشي جيل ايتام وياها حتى الطف يعيش وجيل يتبع جيل الله حتى الطف يعيش حتى الطف يعيش وجيل يتبع وجيل يتبع جيل وحاشا القصة العباس تنساها الله حسنت يا حبيبي طيب الله انفاسك يا حبيبي بس الاستماع لا غاب هالبيات إن شاء الله الله يحفظك دوم تكتب إن شاء الله العباس سلام عليك قبل لا أروح الملة ثامر بلي. أنا أدرى عنك أنت كنت في ميادين بلي. الدفاع عن الوطن بلي. وميادين الشرف الشرف حقيقة هاي الميادين اللي دافعت عن الأرض والعرض نعم. والإجابة لفتوى الدفاع الكفائي الجهاد الكفائي في هذه الميادين لك موقف ويا ابو فاضل اه انه هواي فرد موقف خصوصا ديك الفتره يعني كانت تعرف الوضع متأزم وتعرضات وشباب يعني فانا كاتب بيت ابو ذي قديم ف كنت اسمع بيها تعرف كانت ايام أربعينية واحنا بعيدين عن اجواء كربلاء وتعرف الخدمه تناكب بالتراب وسحب الجهاد صعبه ثقيله يعني مو هينه فكان يعني شخص الله يذكره بالخير هم صوته حلو يعني شلون صوت الملة ف مشتد البعض وهو ماخذ البيت مالتي انا دازيها رساله زين قتال يقاتل وصحياء ابو الفضل العباس ويقرأ هذا البيت في البيت يقول
بيت يقول ماين هيك يعني بس اتذكرك هذا جبت من المدينه وياي ماين بس اذا حافظها جبت من المدينه وياي ماين اللي بقصتي واللي بشيء على طرقيه الله أي. ها ذكرت البيت يقول الشمر حاكاني حسبه خال ماين ماين على ابن اخته وعقل وياه ماجن جبت من المدينة وياي الله. اللي بقصتي واللي بشيلة رقية الله. فجاءت انه جت المساعدة وطلعنا الحمد لله الحمد لله والشكر يوقفون بكل شيء وبكل شدة طبعا اي والله انا بقالي الدقائق الاخيرة بقولتهم ايه احنا بقناة المهدي نعم سلام الله عليك يا صاحب لازم. وهذا بساط المهدي ان شاء الله والله نعتبره وظيف المهدي سلام الله عليه ولازم كل حلقة أنا أختمها ويا أبو صالح سلام الله عليه حقيقة من نوصل هنا بعد أنا كل شيء تروح غير عالم يا أبو صالح لأن إمام زماننا ومظلوم إحنا يمكن ظالمين سواء بتصرفاتنا أو بأفعالنا أو بقلة ذكرنا صح ما نذكره بشكل يومي أو نشوف في مؤسساتنا في مدارسنا الإمام المهدي موجود كل يوم وهو إمام زماننا ولازم يدخل بالمنهاج بالمنهاج لازم الإمام المهدي سلام الله عليه بعد نروح لأبو صالح ملا ثامر وقبل نسمع كلمات تسولف بيهن ويا أبو صالح والله يعني أنا ببالي أقرأ قصيدتين عند موشح كتبته جمعته من خمس كتب لعلامات الظهور يعني للظهور الشريف يعني جميل أي. يعني تبدي كقصة يعني وعندي هوسات فأنتم شو تحبون أقرأ لكم لا هاي المعرفية أريد أحسن لأن أنا أريدها شنو أريدت حتى وتقرأها كاملة حتى هاي من رخصة الأخ المخرج أريد القصيدة هاي كاملة يعني أنا أريدت شنو حتى الناس تفهم أنه الموضوع يعني مبسط لهم بقصيدة يعني إن شاء الله أنني بالمستقبل نسجل إن شاء الله حتى هم من بعدك نسمع قصيدة للإمام المهدي إن شاء الله أقول يمتي يصرخ بالسما داعيها ظهر يوسف فاطمة مهديها يمتى صوته يرتفع بالخافقة ظهر شبل العسكري يا مؤمنين انصروا بالروح والمال وبنين وبالرخيص فدوه وبغاليه بطيبة يبزغ شمس آل المطلب أوك ظهورك قيام بالبداية نعم. ظهور يبقى متخفي من رجب أو من رمضان الصيحة الحد بعدها تقوم الدولة المهدوية طيب يبزغ شمس آل المطلب علي جيوش الكفر والباطل تهيب لكن خايف منها يطلع مرتقب مثل موسى طلع من واديه وخسف بالبيداء يحصل هالفرض أو تبلع الجيش ومعدات الأرض اثنين بس ينجون والربنا الغرض وجوهب أدبارها محوليها يقول تتحول وجوههم يوم نطمس وجوههم بأدبار فيرجعون تنطمس منها الوجوه على الأدبار وترجع تخبر الأرسل الأخبار بسطوة ابن المرتضى وسر الأسرار والفقار بشفة لا يقليها يوصل المكة الأرض أهل الكرام وبيها يسكن ينتظر أمر القيام حتى يعلن ثورة تبية الحرام ويقلب السافل على عليها ينزل أمر الله الولي بلا أمر وتجتمع أصحابه لمن كل كتمور قادة الثورة وعدد عدة بدور سنت قادة الثورة وعدد عدة بدور 13 و300 البيها شون يجون على السحب والمي تجي وتطوي الأرض منهم يقولون على السحاب نعم. يطوي الأرض ومن المفقود يفرشون على السحب والمي تجي وتطوي الأرض اليوث بيه تحوط بالطول وعروض بسرجة تتبرك الما تترك فروض قلوبها وآراءهم وحديها بسرجة يحيطون به طولا وعروض يتبركون بسرج دابته ما نعرفهم يرسل النفس الزكية لها الإمام بسرجة تتبرك خادم مخدوم يا بعد على السحب والمي تجي وتطوي الارض اليوث بيه تحيط بالطول وعروض بسرجة تتبرك الما تترك فروض قلوبها وآراءهم وحديها يعني لو سألت يمكن يقول الامام على سؤال اجابوك بنفس الاجابة يرسل النفس الزكية لها الامام
يلقي حج الدامغ على اهل الظلام وينذبح بين الركن بين المقام بامر ظالم واسخطت باريها تنهتك حرمه الكعبه بهالذبيح. الامام الصادق يقول جمعه ثاني يصبر المهدي سلام الله عليه بعد مقتل النفس الزكيه ثم ينهض. اذا بشرني بقتل النفس الزكيه جمعتين ورا ايضا صدق تنهتك حرمة الكعبة بهالذبيح وجمعتين المنتظر يصبر جريح من بعد هيشين راياته ويصيح يا لثار حسين والسابيه يدخل الكعبة وقت فرض العشاء يصلي بيها ولو خلص وقته مشى للحجر وعلى الحجر نور غشى وجهه أشرق للبشر ضاويه يوقف على الحجر بعد خلي الحجر بظهره ويتوجه الناس ويخطب الخطبة ما بعد الظهور والملايك حاضرة ويا الحضور وأول يد تبايع من هالنشور إيد جبرائيل قبل يديها أول ملك تشوف الناس جبرائيل ينزل ترتعد كل العدة من هالخبار ويستتب للغايب بمكة الأمور ترتعد كل هالعدة كل العدة من هالخبر أو ويستتب للغايب بمكة الأمر وجيش يصبح عدد آلاف عشور كلهم من العراق أرواح الغايب هم موقفيها يرجع الأرض المدينة بالمساء يطلع السامر وعجل النجسة نفس الليلة يرجع بيده يصلبهم بشجرة يا بس يشبه نار وبالهوى يذريها يرجع الأرض المدينة بالمسا يطلع السامر وعجل النجسة وبيده يصلبهم بشجرة اليابسة يشبه نار وبالهوى يذريها ومن بعد ما يحرق الكفر ورجس لعنة الله عليهم ومن خراسان يتعن للقدس خراسان هاي يعني الخراسان ينجي القدس هاي لقيتها برواية واحدة بس حبيت أن أذكرها جميل وليه ينزل عيسى ويطرت الشميس يقول لأم الفاطمة تفديها الله ما الله يقصد الطف كربلاء خادم الله ومن بعد ما يحرق الكفر ورجس ومن خراسان يتعنى للقدس ليه ينزل عيسى ويطرت الشميس يقول لأم الفاطمة تفديها يقصد الطف كربلاء يا كربلاء ويدخل الصحن ابو اليمه احنا قلنا عاشوراء نزلت فيها الحسين بعد بهالعزاء عليه يسلم والدمع يجري دماء الصحبته والعيال المسلبيه تظهر يد حسين من خلف الضريح بخنصر المقطوع وينادي الذبيح يمتى تاخذ ثار يا ابني واستريح ورد خدر عمتك وشف حاميها يشيل عبد الله وعلى المنبر علم ويقرأ للمقتل كأني مثله يقول يموت ثلثي المجلس فيحييهم الإمام من جديد الله بس من قرايته للمقتل الله الناس تقوم تشعر بعد إمام ويشرح لك كأنه ما تشوفه ويقرأ للمقتل كأني يمثله ويشرح مصايب أشد في كربلة يموت ثلثين السمع طاريه ويقصد العباس يا عباس ويشيل اللوى ينادي ظهر عليك يا عمي انطوى شسوى بيكم بيكم السوى الدهر فينا ينوى سبع عيالك من بعد والي هيقوم بنساني طويل من الشمل او يبسط الاسلام بالحب والعدل وغير شخصك سيدي ياهو يصل للسراير للسراير يعرف بماضي ما بعد قال خوش ثاني عرف شنو هو بعد ويرجع الحكم الالهي للاصل ويملي غايبنا الأرض قسط وعديل يطبق الإسلام بالفرع وأصيل وكذب غير الغايب كذب غير الغايب أي صفيها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلت عليكم حسنت لا بالعكس قصيدة معرفية اختصرت حقيقة يعني
قضية المهدوية محتاجة هيك قصايد. اي والله حقيقة الواقع انا حبيت اكتبها انا حتى من تتقدم للناس يشوفون المراحل الموجودة. بس اكو شوية بها تقديم وتأخير يعني شلون السفياني يجي في الساعة 29 بيت عند رأي يعني موفق ان شاء الله. ان شاء الله انا هسويها في قصيدة كل بيتين واحد ومستهل بسيط هواي محتاجين هيك قصايد ان شاء الله. ان شاء الله تسجل وتنعرض على قناتكم غير الغايب ما حد يصفيها ان شاء الله. هذا وعد من عندنا ان شاء الله. لا سجلناه وكملناه ان شاء الله انه احنا نكون بخدمتكم خادم الحسين ان شاء الله. الله يحفظكم ونعرض هالقصيده المباركه وهالابيات المباركه ان شاء الله. احنا قمنا نركض والوقت يركض. اي والله نعمه نعمه. اعطاك ابو ذي المال المهدي وقال قصيده للحوره سلام الله عليها السيده زينب سلام الله عليها. هوش ختامها ملا جانا رزق. اي والله ترى الشعبان فرح الله هلاله بي ولاده مع عيني هلاله مثل الغايب يبين هلال يطلع ينصر الشيعة القوية. عندما سأل يزيد لعن الله عليه الحوراء سلام الله عليها قال لها من أنت؟ فأجابت أنا أخت الذي فراك الحلوك أنا الما طلع الخيال بالسوق أنا البسم أبوي يصير الطلوق بتحيدر حرم والعفة أنا البسم أبوي يصير الطلوق بتحيدر حرم والعفة ما تعرفني حقك أنا عاذرتك قاعد بالقصر بس أنا قاهرتك تباوع روس أخوت عيون خازرتك تتراجف ليش من الموت الله 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 حسن ظنك بالسبج أنا أخت الذي فراك الحلوق أنا الما طلع الخيال بالسوق أنا البس مبوي يصير الطلوق بتحيدر حرم والعفة ما تعرفني ما تعرفني حقك أنا عاذرتك قاعد بالقصر بس أنا قاهرتك تباوع روس أخوتي شلون خازرتك عيون خازرتك تتراجف ليش من الموت ظنك بالسبكة أخضع وأنذل حشي هي والله حشم طريق الجنريه تقول لي ما اندل احشم الموت مني تريد احشم التلي يفزع بترابه يطم بيكم يفزع بترابه يطم بيكم تتبختر علي وبشاربك تفتل ايش مالك من كلام تريد بس تختل تفتر على اليتامى تقول اريد اقتل شام اجيت قبال الغيره الله اي والله شام اجيت قبال الغيره البخور بكلامه تشمه ما ينشاف اها أصغر طفلة عدنا مخوفتكم خاف الله. تهجم بالدعاء امتت فيها اشتاف الله الله البخور بكلامه تشمه ما ينشاف أصغر طفلة عدنا مخوفتكم خاف تهجم بالدعاء امتت فيها اشتاف تفصلوني بترشية مربع الله الله, الله. وأصغر جندي عدنا قماطة خالسكم لو كبران والعباس ذابحكم الله أكبر ظنكم ما يشرب راد من عدكم يخوفكم راد بخرخاش الله احسنت الله احسنت انت تسمع يا حبيبي يخوفكم راد بخرخاش حقيقه انا يعني قصائد سيده زينب دائما يعني ما اعرف اكتب عليها حزن زينب لها دور عظيم كان بالطف يعني لو كانت ام كلثوم ما تجيبه يعني ام البنين ما تجيب هذا الدور الراد امراه عالمه غير معلمه مربيها علي وفاطمه والحسن والحسين دور يعني قلها ما رايتي صنع الله بك حسين ترد عليه ما رايت الا جميله يعني من الطب الانسان بصفه سفير مسيحي قال لهم كتلوا من قال حافر حمار عيسى بزين قال لا نستعظم متشين احكي لك اصلا انت مين اصلا انت استنقص احسنت والله بعد سنت مولا استاذ علي ودانا هذا نريد نذني ما بك المجال اي ودانا المولى زينب شوف شئنا ام ابينا احنا كنا ناويين الختام وين بالمهدي سلام نعم بس نقرأك على زينب إيه؟ تستود لنا اليوم اي والله اتماشى ويا المله الختام يمك بعد اتماشى ويا المله ان شاء الله ان شاء الله اتماشى ويا المله قول موشح اقرا لك لو قصيدتي بكيفك لا موشح خلي موشح بأبي اول موشح عليك كتبت زينب الله سنه 97 هي تدري بي كتبتها وين صحن اخوها الحسين سلام الله قلت لها بأبي ورثت مصايب فاطمه وقابلتها بصبر حماي الحمى قابلتها وقابلتهن قابلتها وقابلنها وقابلتهن بالنزال وصارعتهن بالصبر ومو بالقتال هموم زينب لو على روس الجبال والله لو صم الصخور تقدمه ورثت من امها مصايبها الشداد وزادت بنار وظمى ودم المداد والمصايب والصبر وكفن حداد الشخص زينب عجب الارض والسماء عجب الارض والسماء وسكانها
عافت اخوتها وذر ابدانها ومشت مسبيه ويروس اخوانها خطبه بعزه بد ما همها الظمه والله خطبه وهزت طواغيت الزمان وظهرت الحق من الباطل للعيان وقفت قبال الشرك وقفت ايمان برز الشرك كله مثلت ابوها وقفت قبال الشرك وقفت ايمان زينب هذه الامور نفهمها صوتها بالشام زلزال ورعيد لسانها سيف ويحز منحر يزيد ومن تصد للروس قوتها تزيد بتعالي خلت المجلس ملحمة من تصد للروس من صوتها بالشام زلزال ورعيد لسانها سيف ويحز منحر يزيد ومن تصد للروس قوتها تزيد بتعالي خلت المجلس ملحمة بتعالي خلت المجلس ملحمة عفوا بتعالي خلت المجلس ملحمة انتصر راس حسين بالطف على السنان أو ثورة الحوراء زينب باللسان نشرت الثورة العظيمة باتقان وزلزلت عرش الظلم والحاكمة مدرسة من استاذ جبريل الأمين حيدر مدرسة من استاذ جبريل الأمين حيدر ومن فاطمة وسادة الدين ويكفي بها شقال زين العابدين عمتي عالمة غير معلمة عمتي عالمة غير معلمة عمتي عالمة غير معلمة طيب الله انفاسك واسمعكم الله يحفظكم أيوة الله. ان شاء الله دوما وابدا مع محمد وعلي الله يحفظكم والله السنة رديت على شاعر يعني شوية هضمني على زينب قال عصابتها ملوية وما ادري شنو هذا قلت له ما مالت عصابتها زينب فخر لاخوتها عصابتها راية وتشفين ومن على الرمح راس حسين تنومس بوقفتها الله حكاية التنقال زينب يسروها هذا موقف بها اهلها عينوها الله 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 حكاية التنقال زينب يسروها هذا موقف بها اهلها عينوها تحفظ السجاد وتآزر اخوها الله. امام معصوم 40 يوم تحت حفظ السيدة زينب مو واحد ترى سبعة بصلبة يعني سبعة بصلبة يعني حتى المهدي ماكو يعني كان حتى صاحب حتى الامام رضا الجواد كلهم كانوا تحت تحفظ السجاد وتآزر اخوها الهدمت الهدمت دولة اميه ما سبوها صدق ورثت اميه ويا الشام ورثت عفوا ورثت ورثت دمشق ويا الشام تمشي تسقط ظلام ولاذ بعبايتها الدين ومن على الرمح راس حسين تنومس بوقفته وقت ما عاد اي والله الله يحفظكم ان شاء الله شكرا جزيلا الله يملك ان شاء الله راسي اليوم نورنا بس يا حبيبي حفظك ان شاء الله وشكرا للاخ الاستاذ هذا الحبيب علي الابراهيمي القناه هذه الطيبه خير وبركه انتم اللي سنين ما شفنا منها غير الخير والخدمه الطيبه اللي اهل البيت سلام الله عليهم حقيقه سلام. قناه الله والدي تستاهل نقول عليها بوابه واثير للحسين سلام الله عليه سلام الله يديمهم يديم الكادر خلف الكواليس المصورين المخرج انا صحت اني شرفت بحضورك بحضور الملك راسي حبيب حسين ان شاء الله اليوم هاي الافراح بقى على محمد وعلى محمد صلى الله عليه محمد وعلى كل الشكر لكم جميعا كل الشكر والتقدير للاخوه كادر برنامج افراح شعبانيه أحبتي المشاهدين كنا وإياكم في بث مباشر من شاشة قناة المهدي الفضائية وهذا البرنامج المهدوي الذي سوف يستمر معكم إلى يوم النصف من شعبان المعظم وأفراح شعبانية إن شاء الله تعالى يوميا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت كربلاء المقدسة ويكون معنا ضيوف حسينيين إن شاء الله عباسيين مهدويين بحق محمد وآل محمد إلى حلقة يوم غد أحبة المشاهدين ننتظركم إن شاء الله في أمان الله وحفظه ينبس مهلال خط الفرح مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي ينبس مهلال خط الفرح مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وأنا زاير جيته وبشعبان شعبان